يمكن قصه كمان الجميله انه لما جه روب ياكوبس يتعاقد مع كابتن مجدي طلبه، هو كان بيلقى معامله فنيه سيئه في الزمالك، يعني كان بيستبعد مع المدربين قبل ما يروح باوك، فلما راح يتعاقد معاه ففولينوس كان رئيس نادي باوك وقتها، فبيقول له اشمعنى اللعيب ده يعني؟ قال له ده انا شايفه هيبقى مارادونا في اليونان. قال له لا انا مش مقتنع لعيب من مصر، احنا ما فيش لعيب من مصر جه قبل كده هنا، وبالمناسبه ما كانش في لعيب افارقه بتروح اليونان في الوقت ده برضه. يعني من اوائل الافارقه كمان، تجربه غريبه جدا بالنسبه له. فقال له فالروب ياكوبس كان مقتنع قوي بقدرات كابتن ميجتون، فقال له رئيس النادي قال له انا هشتري على حسابي، هدفع انا الفلوس، بس بعد اول سيزون هاخده سواقه في هولندا. فرجعوا في كلامه وقالوا طب خلاص ماشي، لو انت واثق فيه قوي كده مفيش مشكله. الدرجه كان عنده ثقه كبيره جدا، هو شافه في معسكر في رومانيا واصر على التعاقد معاه يعني. بعد كده توالت المشاركات، يمكن في الوقت ده كان السنه اللي بعدها التوأم حسن 91 توأم حسن سابوا باوك راحوا نيو شوتالك سامكس، وكان حضرتك موجود هناك سبقتهم بعد كاس العالم على طول. هم قضوا فتره في باوك الاول، ومن هنا جت المشاركه في اليوفا